السلام عليكم. لا تكاد معاناة العابرين في منفذ الوديعة تتوقف، فبعد أن أثار برنامج المساء اليمني معاناة سائقي الشاحنات والمسافرين، يعود مجددا ليثير موضوعا يتعلق بمعاناة الحجاج اليمنيين في هذا المعبر. التقارير الآتية من هناك تشير إلى أنها إلا أن أوضاعا صعبة يعيشها وعاشها الحجاج اليمنيون، ومعظمهم من كبار السن، نتيجة تكدسهم خارج المنفذ بانتظار الإذن بالعبور. هذا الأمر يمضي بوتيرة بطيئة جدا في غياب الحد الأدنى من الخدمات التي يمكن أن تقدم للحجاج في هكذا أوضاع. أسوأ مظاهر الإهمال التي يتعرض لها الحجاج اليمنيون في هذا المنفذ هو بقاؤهم لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارة التي تسببت في وفاة بعضهم كما أفادت الأنباء، وافتقارهم لمصادر الحياة من مشرب ومأكل نتيجة وجودهم في صحراء قاحلة لا ماء فيها ولا كلاء كما يقال. وتفيد الأنباء الواردة من منفذ الوديعة أن طابورا طويلا من السيارات والحافلات يمتد لكيلومترات عدة، ما تسبب في تفاقم معاناة الحجاج الذين سيتعين عليهم على ما يبدو الانتظار فترات طويلة تحت حرارة الشمس المحرقة. والسؤال الذي قد يتبادر إلى الذهن هو كيف لم تتبنى السلطات اليمنية والسعودية تدابير استثنائية لتسهيل عبور هؤلاء الحجاج الذين يفترض أنهم مستوفون للوثائق والتراخيص اللازمة؟ وما جدوى بقائهم في ظل هذه الظروف القاسية وهم ذاهبون لأداء فريضة أساسية في الإسلام هي الحج؟ سنحاول في هذه الحلقة من المساء اليمني البحث عن إجابات مقنعة بشأن تفاقم الأسباب المباشرة لأزمة الحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة الحدودي، والمعالجات التي ستتم لحل مشكلة الحجاج في هذا المنفذ. نبدأ النقاش مع الضيوف الذين سينضمون إلينا، ولكن بعد أن نشاهد وإياكم هذا التقرير. الاستطاعة شرط الحج تتعرض هنا لاختبار عسير. الآلاف من الحجاج اليمنيين ما يزالون يكابدون مشقة البقاء في هذه الصحراء انتظارا للعبور عبر منفذ الوديعة باتجاه الديار المقدسة. طابور طويل من السيارات والحجاج وازدحام رغم نجاح سلطة المعبر في تفويج نحو 19,000 حاج في أجواء وصفت بأنها صعبة ومعقدة، ووضعت الآلاف منهم خلال الأيام الماضية أمام ظرف لم يعيشوه من قبل. الأخبار تحدثت عن وفاة واحدة على الأقل نتيجة الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والغياب شبه الكامل للرعاية الصحية. نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح رأس اجتماعا للمسؤولين في المعبر شدد خلاله على ضرورة العمل بشكل جدي على خدمة المواطنين وتسهيل الحركة والسماح بمرور أكبر عدد من الشاحنات بشكل يومي، والعمل على تخفيف الازدحام بأقصى الوسائل الممكنة. قد تبدو إجراءات تخليص الحجاج من معاناتهم أسرع من تلك التي تبذل للتخفيف من معاناة الآلاف من العابرين في هذا المنفذ والذين ينتظرون أياما وأسابيع قبل أن يسمح بالمرور للمحظوظين منهم. لا يزال هناك الآلاف من الحجاج بانتظار التفويج عبر منفذ الوديعة، وإلى حين الانتهاء من تلك المهمة سيتعين على السلطات اليمنية أن تبذل الجهود المضاعفة للتخفيف من معاناة الآلاف من اليمنيين الذين يتعرضون لظروف إنسانية سيئة ولحالة غير مقبولة من الإهمال والابتزاز أحياناً. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بأول من سينضم إلينا الآن مراسل قناة بلقيس محمد اليزيدي من حضرموت. محمد، هل من جديد فيما يتعلق بالحجاج اليمنيين في منفذ الوديعة؟ نعم، أهلا أخي وديها. وفقا لإدارة منفذ الوديعة فهي أكدت لنا انتهاء معاناة الحجاج اليمنيين المتكدسين بالمنفذ، وأنهم لم يبعد يتبقى هنالك سوى أعداد بسيطة جدا سيتم التعامل معها خلال اليومين القادمين. نحب نوضح أن هنالك ثلاث حالات وفيات من الحجاج اليمنيين، واحدة لمواطن أصيب دحكا في المنفذ، وسيدتان توفيتان أحدهما في المنفذ اليمني وأخرى في المنفذ السعودي. هنالك عوامل كثيرة ساعدت في حدوث هذه الأزمة في التفجر، يعني يتحملها الجانبين الياباني والسعودي. فخلال فترة تواجدنا في المنفذ الوديعة لاحظنا أن المنفذ السعودي وخلال الأيام الثلاثة الأولى من التفويج كانت العملية تتم فيه بصورة متباطئة، كان يدخل ما يضارب 1,000 إلى 1,500 شخص فقط، لكن هذا الأمر تغير خلال الثلاثة الأيام الأخيرة، حيث لاحظنا ارتفاع في أعداد الداخلين بلغ إلى نحو 4,000 حاج.
الأمر الآخر وهو أمر مهم جدا هو أن المنكبين الجانب اليمني والجانب السعودي هم في الأصل مقنحين على أنهما من الفئة بي وليس من الفئة A نتيجة الأحداث التي تشهدها اليمن. تحول المنكبين إلى الفئة A دون أن يتم تهيئة المنكبين، يعني الجانب السعودي منكب الجانب السعودي ذو مساحة صغيرة هو أقل استيعابا للناس مقارنة بنظيره اليمني، ولهذا لم تسير عملية إدخال الحجاج اليمني بصورة كبيرة لأن الجانب السعودي لا يستطيع تحمل الأعداد الكبيرة. الجانب اليمني أيضا لا تتوفر فيه الخدمات كما أشرنا في السابق، يشتغل الكثير من الخدمات. اليوم وفقا لبعض مصادرنا في المنفذ أكدت أن اللجنة التي اجتمعت اليوم في منفذ الوديعة برئاسة نائب رئيس الجمهورية أن هنالك من وجه اتهامات لوكالات تفويض الحجاج لأنها بدأت في عملية تفويض الحجاج دون أن تحصل على إشارة البدء بهذا التفويض من قبل الوزارة مخالفة بذلك التعليمات التي كانت أصدرتها الوزارة. هذه بعض من الأسباب التي ساهمت بشكل كبير في عملية إحداث تكدس في المنفذ ومعاناة المواطنين اليمنيين من الحجاج. في خلال هذه الأيام الثلاثة الماضية والتي كانت سيئة جدا بالنسبة للحجاج لعبت الجمعيات الخيرية في حضرموت دورا كبيرا وبارزا ربما كان هو الدور الأكبر بالتجاهل للحكومة لهذه المعاناة على الأقل فيما يخص الجانب الإنساني. مثلا هناك ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية بحضرموت سير عشرات الأطنان من المواد الغذائية من الوجبات الغذائية الخفيفة ومن المياه والأدوية، وكذلك فعلت جمعيتي الإصلاح ومؤسسة البادية أسفلت ما يقارب 25 طنا من المياه والأدوية، وهناك أيضا عيادات متنقلة وبعض الحمامات المتنقلة كذلك ودورة المياه للعالقين في المنفذ. طيب فيما يتعلق ب يعني عدد إجمالي من مر إلى الآن، هل من أرقام نهائية وكم بقي من الحجاج ممن لم يمروا بعد؟ نعم، وفقا لسلطات المنفذ فإنه حتى اليوم تمكن نحو ما يقارب 18,279 حاجا يمنيا من الدخول إلى الأراضي المقدسة، فيما لا يزال هنالك عدد بسيط حتى يكتمل 20,000 حاج. وقالت إدارة المنفذ أو مغربين إدارة المنفذ أنهم في انتظار وصول الحجاج القادمين من محافظة مأرب، هنالك لا يزال بضع مئات من الحجاج سيتم خلال الساعات ربما الساعات القادمة تفويجهم فور وصولهم إلى المنفذ. طيب هل هناك من تفاصيل عن سبب تأخر حجاج مأرب؟ حتى الآن لم نحصل على مثل هذه التفاصيل، لكن ربما الأمر يعود إلى بعض الوكالات التي ربما تأخرت. نحن عندما قلنا أن هنالك وكالات تسرعت كنا نقصد أنه ما يتعلق بمحافظات أخرى، لكن ربما في مأرب الأمر مختلف بعض الشيء. طيب بالنسبة يعني بحكم وجودك في حضرموت هناك في المنطقة في الوديعة، كيف لقي الحجاج أو تعامل الحجاج مع ما جرى لهم خلال هذه الأيام؟ كيف كان شعورهم؟ هل كانوا راضين على مستوى الخدمات والأداء هناك؟ طبعا الوضع في منفذ الوديعة من الجانب الخدمات والمعاملات لا يمكن أن يسر المواطن عادي ما بالك بحاجة يشعر أن هذا الوضع يحول بينه وبين بيت الله الحرام. كان هناك حالة استياء شديدة بين الحجاج لاحظناها خلال تواصلنا مع بعض الحجاج، ناس مستاؤون هم يشعرون بالتخاذل من أن الحكومة خذلتهم في هذا الموقف، خصوصا أنهم ظلوا لأكثر من يومين، بعضهم ظل لأسابيع، بعضهم ظل ليومين، بعضهم لفترة طويلة. هناك كان نساء أطفال لا يجدون ما يشربوه في بعض الوقت قبل أن تصلهم الإغاثة من بعض الجمعيات الخيرية من الجانبين اليمني والسعودي. هناك أسر لم تستطع أن تجد اعتذر لهذا حتى دورة مياه لم يستطيعوا أن يعثروا عليها في ذلك المكان في ظل ارتفاع درجات الحرارة القاسية. إدارة المنفذ أن توفر بعض الخدمات، لكن تظل رقم العائد المالي الكبير الذي يوفره المنفذ إلا أن إمكانياتها تظل محدودة. نعم. مثل ما أشرنا سابقا أن المنفذ هو من الفئة ب فتم رفعه إلى الفئة ب دون أن يتم تأهيله. إذن محمد اليزيدي مراسل قناة بلقيس كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت، شكرا جزيلا لك. وأنتقل بالسادة المشاهدين إلى ينضم إلينا الآن بالأحرى وزير الأوقاف السيد فؤاد عمر شيخ أبو بكر من مكة المكرمة وهو رئيس بعثة الحج اليمنية. مساء الخير معالي الوزير.
أبا حياكم الله، مساء النور. أهلا وسهلا. معالي الوزير، هناك حجاج لا زالوا لم يدخلوا، هناك كما قال مراسلنا أكثر من 18,000 حاج بالفعل تمكنوا من العبور، حدثنا عن رأيكم في ما بدأ من موسم الحج إلى الآن ومعاناة الحجاج بشكل عام، وكيف ترون أن هذا الأمر تم هل بسهولة ويسر أم أن ذلك لم يأتي حسب المخطط له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نشكركم على هذه التغطية، وبلا شك أنه نحن نعيش في وضع غير طبيعي، وحصلت الأمور التي تتعلق بالتكدس للحجاج في المنفذ، لكن إن شاء الله أمور انتهت يعني بسلام، ولم يبقى إلا بضع مئات يعني كما جاء في التقرير، وإن شاء الله يعني الأمور هنا في استعداد تام جدا لاستقبال الحجاج، والعدد الأكبر قد تم تسكينهم وتم ترتيب أمورهم، وهم الكل يعني الحمد لله يشيد بما قامت به الوكالات هنا، ونحن متابعين هذه الأمور إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يتم للحجاج بخير إن شاء الله. طيب، هناك كان حديث من قبل مراسل القناة أن المنفذ لم يستعد بشكل واضح، لم تكن هناك مساحات كافية لاستقبال الناس، المساحة المخصصة للعبور وكذلك للوقوف سواء الحافلات أو ما شابه كانت صغيرة جدا، سواء في الجانب اليمني أو الجانب السعودي، هل كان هناك تنسيق من قبلكم في وزارة الأوقاف وكذلك في البعثة الحج اليمنية مع سواء مع المسؤولين في منفذ الوديعة وكذلك مع المسؤولين في الطرف السعودي أيضا؟ طبعا قضية المنفذ هي قضية يعني الناس كلها تصيح منها من أيام في كل الأيام، يعني معروف معاناة الناس في منفذ الوديعة كبيرة، يعني فما بالك لو يعني جاء إليه أكثر من 20,000 بكل تأكيد يعني توافد الناس بهذه الأعداد الكبيرة. طبعا هو مسألة صعبة جدا، ولكن احنا بالنسبة لنا يعني من اللحظة الأولى تواصلنا مع الأخوة في الجانب السعودي في العمليات في الضباط في المنفذ، والكل قال احنا هذا طاقتنا الاستيعابيه لا نستطيع نعمل اكثر من هذا، والاسف طبعا هناك في بعض الاخوان في الوكالات استعجلوا وفوجوا قبل الوقت المحدد، طبعا قمنا بعمليه ايجاد برنامج، لكن الكل كان خائف والكل كان ما عندهم يعني ثقه انه ممكن يستمر الى الوقت هذا، فكان خوف الناس هو الذي جعلهم يتدافعون الى المنفذ. وطبعا قضيه المنفذ هذا يجب ان يكون هذا يعني نذير للسلطه المحليه في حضرموت، للدوله اصلا ما اولى انها تهتم بهذا الجانب، ونستغرب لماذا لم يفتح المنفذ الجديد الموجود بجانبه بامتار، يعني لماذا لا يفتح منذ فتره طويله وهو مغلق، لماذا لم يتم هناك يعني استعدادات تامه، والكل يعرف انه ان المنفذ الوحيد هو للحج هو منفذ الوديعه، وطبعا عدم وجود الطيران وعدم استعدادهم، فكان المفروض الاولى طبعا هو الاستعداد للاخوه الموجودين اقل حاجه تهيئه الظروف المناسبه، الحمامات والاشياء التي كانت سبب يعني سبب معاناه الناس. طيب، يعني هو نحن نسالكم بحكم انك انت وزير الاوقاف وكذلك رئيس بعثه الحج اليمنيه، هذا الأمر هناك الآن ثلاث حالات وفيات، صحيح الأقدار بيد الله، لكن هناك سوء شديد في الخدمات الصحية في هذا المنفذ، لماذا لم يتم تدارك الأمر أو حتى التوقع هذا الأمر وإرسال طواقم طبية إلى منفذ الوديعة لمحاولة تدارك هذا الأمر؟ والله شوف نحن عندنا الأمر احنا نقول يعني لن نقول انه ليس مسؤوليتنا، هو مسؤوليتنا كحكومه يعني ان نوفر هذا الشيء، اما نحن في الوزاره مهمتنا تاتي حول قضيه المراقبه فقط، يعني التفويج كله بيتعلق بالوكالات، الوكالات هي المسؤوله عن التفويج، تكون لديها طبيب، يكون لديها مساعد صحي، يكون لديها مرشد، هذه امور معروفه، هذه مهام الوكالات. طيب الان نحن هذه العمليه قمنا بادارتها. نعم. طيب معالي الوزير، الآن وفقا لأنكم تحدثتم عن استعجال من قبل الوكالات، هل هناك كانت معايير خاصة بهذا الخصوص، وهل ستتم معاقبة هذه الوكالات أو متابعة أمرها في حال أنها يعني في نهاية المطاف تسبب الأمر في تكدس وكذلك وفاة حجاج؟ لدينا لجائن تقويم، أما قضية الوفاة فنحن يوميا في الحرم نصلي على 15 من الناس،
هذه قضية الوفاة ما تستطيع أن تضمنها، خصوصا هناك كبار السن. لماذا أولياء أمور يعرفون مثل امرأة لديها ضغط ولديها امرأة لديها سكر سنة 70 سنة، لماذا يستعجل كأنه يعني يجعلها يعرض نفسه يعرضها لهذا الخطر؟ هو في مشكلة. في نفس الوقت يعني هناك من الأحالات ممن مثلا بعض الناس جاء ونام تحت سيارة كبيرة يعني شاحنة وقامت الشاحنة بالمرور عليه. هذه رأي يعني في نوع من الإهمال قد يكون من أصحاب الوكالات بتنبيههم، قد يكون أيضا هذه الأمور كلها إن شاء الله يكون تداركها. امرأة خرجت من الباص كأثناء وجود الناس يعني من غير وهي كبيرة في السن وسقطت، ويعني كل الحالات تقريبا شبه طبيعية يعني، لكن باستثناء الحادث هذا الذي حصل في بالنسبة للحادث اللي مرور الشاحنة على هذا الشخص. نعم. طيب الآن إلى جانب المنفذ، كانت هناك جوانب معاناة أخرى ربما في تصريحات صحفية لك تحدثت عنها، أوجز لنا ما هي معالي الوزير بخصوص حج هذا السنة بالنسبة ليش يعني عفوا بالنسبة لأوجه معاناة الحجاج وفي هذه السنة بجانب معاناتهم في المنفذ الحدودي، سواء عملية ما سميته أنتم بمحاولة تسييس هذا الملف من قبل الانقلابيين السنة هذه. بالنسبة للسنة هذه يعني بدي أقول لك بلا أبالغ أن هناك تنظيم أكثر من حيث في داخل المملكة، لكن بالنسبة لداخل اليمن مناطق التي يعني غير المحررة هي فيها عندها مشاكل كثيرة، من حيث أنه كثير من الناس تم منعهم ووجود حملات إعلامية كبيرة أنه ستضيع أموالكم. أيضا بعض الناس بعض الوكالات كما بلغونا أنه تم الهجوم على مكاتبهم ليأخذ عجوازات وحجز بعض الوكالات. هذا موجود، معاناة كثيرة جدا عانوها كثير من التجار من الـ من الـ من الـ من الحجاج. كذلك أيضا الطريق طويلة جدا، بعض الناس خرجوا من أصحاب الضالع إلى عدن ثم إلى مناطق أخرى يعني، وأصحاب تعز أيضا نحن جلسنا مع جميع الشرائح ولأن لدينا لقاءات بكل شخصيات المجتمع المدني في المحافظات، بدأنا في محافظة المهرة وكذلك أيضا عدن سيكون إقليم أزال، وهكذا متعدد نستمع لكل معاناتهم، وإن شاء الله نحن نبدأ برفع القيادة السياسية. وبالنسبة للحج هنا نحن متابعين ونخرج يوميا إلى الحجاج ونحن ساكنين معهم في نفس السكن، يعني ليس متميزين عنهم بشيء، معهم 24 ساعة في المصلى في كل أماكنهم ونسأل عنهم، وأي خبر يبلغ نحن به على طول نتخذ إجراءات ضد الوكالة ضد الجهة المقصرة. طيب بخصوص حديثكم عن ما روج له من أن هناك احتمال لفقدانهم لأموالهم للحجاج وما شابه، من كانت الجهة التي تقف وراء ذلك؟ الله يا أخي شوف، أنتم تعرفون أن هناك في انقلاب على الشرعية في صنعاء تمام، وكان النظام الإدخال الآلي وكله موجود كان في صنعاء، وكانوا بدأت التحكمات من هناك، فنحن اضطرينا لسحب النظام كله وتأسيس نظام جديد معلومات في منطقة شرورة تمام. فهذا الأمر يعني أوجد عند هؤلاء الناس نوع من الهوس، فحاولوا أنهم يمنعوا بقدر ما يستطيعوا، لكنهم يعني ما استطاعوا. الناس جاءت، وطبعا إخراج أو القيمة التي فرضناها هذه السنة في قيمة مميزة جدا للحج اللي 5000 ريال سعودي تمام، جعل كثير من الناس يتدافع إلى هذا الحج، واستطعنا أيضا نحن بدل 19000 أن نخرج 21000 يعني حاج بتسهيلات من المملكة في هذا الجانب. الحمد لله يعني، ومن كتب الله له الحج سوف يحج. نعم. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يهيئ الظروف المناسبة في السنوات القادمة. طيب بنقطة قبل أخيرة معالي الوزير، بخصوص حجاج مأرب، ما هي إشكاليتهم تحديدا؟ والله شوف، حجاج مأرب هم حجاج الجمهورية اليمنية المحافظات الأخرى، مشكلتهم هم لم يكونوا يعني ملتزمين بالنظام الذي هو معمول به في الوزارة، من حيث أنه التسجيل في الوكالات المعتمدة، وبحسب الإعلان الذي صدر من الوزارة تم تحديد أسماء الوكالات وأسماء الأماكن وكله محدد في إعلاننا والمبلغ أيضا، لكن هؤلاء لم يأتوا لا إلى الوكالات ولم يتعاملوا مع أي إعلان قمنا به، وقاموا بالتسجيل في مكتب الأوقاف بمارب على اعتبار لديهم توجيهات عليا في هذا الجانب. نحن لم تبلغنا أي توجيهات عليا في هذا الموضوع أصلا، فاستغربنا، وهذا أمر مخالف جدا لقرار مجلس الوزراء الذي جعل التفويج كله 100% بأيدي الوكالات.
وبعد مفهوم. ذلك هم يعني اعتبروا ان هذا بس بالمحافظه وانه شيء من هذا الكلام، وصلت احنا تهديدات من كثير منهم، ونحن امر لا نبالي به. نحن قلنا لهم تريدون حد زي الناس امشوا مثل ما قال به القانون والنظام، تفضلوا ذهبوا الى الـ الى الـ الى الـ الى الوكالات المعتمده وسجلوا وادفعوا مبالغكم مثل الناس. لا نستطيع نحن يعني نعطيكم لا مجاملات ولا غيره، ليس لدينا هذا الاسلوب. طيب وضحت في النهايه طبعا ما تفاعلوا بهذا الجانب. الو نعم نعم معالي الوزير. طيب يعني بسؤال أخير، هل تتوقع أن تسير بقية إجراءات الحج هذا العام بشكل طبيعي؟ خلينا يعني كمل الفكرة. تفضل كمل الفكرة. بعد ذلك طبعا لما ذهبوا إلى 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 وكالة وسجلوا فيها طبعا العدد حقنا انتهت، وتدخلت الرئاسة في هذا الجانب وقدمنا طلب لإخوة في المملكة السعودية وأعطونا عدد زائد لكي نستطيع أن نغطي هذا الجانب، وانتهت مشكلة مأرب، يعني ما في أي مشكلة بإذن الله. طيب هل تتوقعون معالي الوزير أن تسير بقية إجراءات الحج لهذا العام بشكل طبيعي؟ أكيد إن شاء الله، بل بأفضل من الطبيعي. السنة هذه سنة مميزة من حيث الأبراج، من حيث العمارات، من حيث الوحدات السكنية تم حصرها للمكان، عبارة عن يعني عشرات الوحدات تم يعني جمعهم كلهم في مراكز سكنية، 20 أو 15 وحدة سكنية ومخيمات واضحة وفيها نوع من التنظيم بأسرة. فالأمور إن شاء الله هذه السنة هي أفضل. وباصات النقلية تقريبا بعضها في 2017 جديدة، والأمور إن شاء الله متابعة حديثة جدا، ونحن متواجدين بينهم، وإن شاء الله ربنا يتم بالخير بإذن الله الحجاج بإذن الله. إذن معالي الوزير فؤاد عمر شيخ أبو بكر وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحج اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من مكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام إلى السيد هزاع البي رئيس اللجنة الإعلامية لبعثة الحج. مساء الخير سيد هزاع. مساء النور على الزملاء الإعلاميين في قناة بلقيس، على تغطيتهم المتميزة للحج اليمني وموسم الحج اليمني متابعة للحجاج اليمنيين، نشكرهم على ذلك. وهذا واجبنا بكل تأكيد. سيد هزاع، حدثنا في البداية عن سير أعمال الحج لهذا العام. عفوا لم أسمع. حدثنا عن سير أعمال الحج في هذا العام. بداية يعني لازم تكونوا على اطلاع أن هذا العام غير كل الأعوام، غير كل الأعوام جرت. هذا العام سيرة الوزارة حج بدون كوادر، بدون أجهزة دولة، بدون وزارة مغيبة بكامل تخصصاتها وبكامل إداراتها وبكامل أجهزتها مغيبة وتحت التخبار تحت سلطة الانقلاب في صنعاء. فقامت الوزارة بتشكيل لجنات مختصة وبفترة قياسية، يعني لكل نحطكم في الصورة، كان من سابق يتم الإعداد للحج من ما قبل رمضان وما قبل بأشهر، ومتابعة سير الحج والتعاقد مع الشركات والمطوفين والمساكن والفنادق كانت تتم بسلاسة وبمدة وفترة طويلة. أما الآن تمت كل الإجراءات، تمت بفترة قياسية أو لم تتجاوز الشهر التي بدأت فيها إجراءات ترتيبات الحج. شكلت لجنة طوارئ وتداوم على مدار الساعة داخل مشكلة من بعض أعضاء لجنة الطوارئ، من الاتحاد اليمني للسياحة، من أعضاء يعني فاعلين مطلعين، لم يعلو جهد مواصلة الترتيبات. فتمر الحمد لله سير العمل حتى الآن، ما وإن شابه بعض الأخطاء وإن شابه بعض التأخيرات، إلا أنه مقارنة بالإمكانيات الموجودة فوق المنتج. طيب بشكل يعني تخصصي في الجانب الإعلامي، هل وفقتم في مواجهة الشائعات التي رافقت موسم الحج هذا العام؟ لا، نحمد الله ونشكره على ما حدث حتى الآن. نحن نواجه آلة إعلامية ضخمة من يعني تتجاوز تتخطى على الوطن وتتصل إلى الخارج، مع والمعروف لدى الكل أن إيران تتعاطف معهم، إعلام حزب الله يتعاطف معهم ويبث الشائعات، إلا أن احنا لها بالمرصاد ونقوم برصد وعمل كل ما يجب. لن نرد على شائعاتهم إلا بالعمل وبالإنجاز وبالترتيبات، هذا هو شعارنا، أننا نرد عليهم بما أنجزنا ونحن الحمد لله. طيب أنجزت الوزارة والبعثة والاتحاد اليمني للسياحة أنجزت إنجازات ضخمة. يعني لا يخفى عليكم أن أسعار الحج هذه السنة غير كل سنة رغم الظروف الاقتصادية التي تعيشها اليمن، وكذا إلا الأسعار
في العوام السابقه كانت تصل الاسعار اقتصاديه الى 7500، اما الان الاسعار وصلت الى 5000 ريال سعودي تناول الجميع. وتم فوق كذا ذلك استئجار فنادق من ساعه الاربعاء الجاي وتسيير كافه الخدمات للحجاج كامله، وهذا ما ابرزنا للمشاهدين، ما ابرزنا للداخل اليمني عن هذا عن سير هذه الاشياء. طيب كيف وصلتم رسائلكم الاعلاميه سيد هزاع؟ لا نقوم ببث برامج يوميه بتقارير من خلال البعثه ومن داخل البعثه ومن خارج البعثه الى وسائل الاعلام المتوفره لدينا، رغم ان امكانياتنا بسيطه الا ان احنا نتابع كل جديد ونبث ونزود كل القنوات الاعلاميه بالتقارير والوكالات الرسميه والمواقع الاخباريه بتقارير سير العمل اليومي. طيب باعتبارك رئيس اللجنه الاعلاميه، كيف تقيم التفاعل الحكومي مع ملف الحج هذا العام؟ اولا انا عضو اللجنه الاعلاميه وليس رئيس اللجنه الاعلاميه، ثانيا الحكومه هذا العام بملف يعني شكلت وتابعت من البدايه، لان صار الحج في المفهوم عندنا الناس انه صار كان يراد تسييسه، والحكومه ارادت فتح هذا العالم، كان الحوثيين سعوا الى تسييس الحج من خلال ايقافه، من خلال تضامنهم مع اسيادهم في ايران يسعوا بشتى الوسائل لايقافه، وقد اعتقد شرح لكم الاخ قبل قليل ما قاموا بالحكي، الا ان قياده الدوله برئاسه رئيس الجمهوريه، نائب رئيس الجمهوريه، رئيس الوزراء كلهم كانوا متفاعلين ووجهوا وشكلوا لجان واصدروا قرارات بتسيير الحج وكل افضل من كل عام ان شاء الله باذن الله. طيب قبل ان نختم معك سيد هزاع، حدثنا عن ابرز مشاكل الحجاج التي صاحبتهم منذ بدايه الموسم الى الان. منذ بدايه الموسم حتى الان هي المشكله الوحيده اللي طاغيه الان ومسيطره حتى على الشارع الاعلامي هي مشكله منفذ الوديعه وتاخير الحجاج. حدثت حالات وفاه غير يعني حدثت حالات الوفاه غير خارجه عن السيطره. منفذ الوديعه يعني الكل عالم انه المنفذ الوحيد لليمن الى دول الخليج. الان موسم عيد قادم، الاف المغتربين العائدين بمركباتهم الى داخل الوطن اليمني في حال ان المنفذ غير مهيئ من سابق، غير مهيئ الان لاستقبال هذا العدد الضخم. تخيل انه عندك 20,000 حاجه يتدفقون الى المنفذ فجاه واحده، وعندك الاف المغتربين كذلك عائدين لارض الوطن من ليس فقط السعوديه، من دول الجوار كمان، من الامارات، من البحرين، من الكويت، كلها تتدفق عبر هذا المنفذ. شاحنات التبادل التجاري هو المنفذ الوحيد لها للمرور الى داخل اليمن، فحصل هذا التكدس، حصل هذا التاخير. لكن اليوم طلعتهم من رئيس الوزراء تابع العمل بشكل لجنه برئاسه نائب وزير الجد وعضويه وكيل الوزاره، كمان يعني لا ننسى جهود الجيش اليمني في المنفذ، قام بتزويد باصات الحجاج بالوقود ومادة الديزل حتى تبقى الباصات شغالة للتكييف، نشكرهم على ذلك ومجانا. وبالإمكانيات المتواجدة سيتم يعني لا نقول ما لاجل التقصير، في تقصير، لكن التقصير جاء من عدم اللاقدرة. إذا أشكرك الأستاذ هزاع البير رئيس اللجنة الإعلامية لبعثة الحج، كنت معنا عبر الهاتف. والآن مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير، بعده نستكمل هذه الحلقة من المساء اليمني. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الآن الصحفي علي الكثير من حضرموت. سيد علي، كثر الحديث حول منفذ الوديعة ومعاناة الحجاج فيه، حدثنا أكثر عن يعني بحكم تواجدك في حضرموت حول مدى جدية الوضع هناك، ما الذي يحدث بالضبط هناك؟ ما يوصف له أنه ما حدث مع الحجاج كان شيئا متوقعا، ذلك أن المنفذ منذ افتتاحه في عام 2003 وحتى اليوم ظل على نفس المستوى، فقير من كل أنواع الخدمات وغير مهيئ لاستقبال هذا العدد الكبير من الحجاج وبالذات في هذه الظروف. كما قلت إلى الآن المنفذ غير مهيئ تماما، يعني لا حمامات، لا يعني أماكن إيواء، لا أماكن حتى المياه لا توجد. وبالتالي فحدثت هذه المأساة
وهي كما قلت شيء متوقع جدا نتيجة للإهمال المتعمد الذي ظل خلال أكثر من 13 عام يعامل به هذا المنفذ، والتعامل معه على أنه نافذة أو منفذ للجباية فقط، يعني إيراداته بالمليار فصليا ولكن لم يصرف حتى 10% من هذه الإيرادات لتطوير المنفذ وإيجاد الأماكن التي يستطيع بالفعل أن يستقبل من خلالها الخارجين والداخلين إلى حضرموت. اللي تم خلال الأيام الماضية أن هذا التدافع من الحجاج سببه أيضا الوكالات التي لم تنسق ولم تنظم عملها، وهو أمر تكرر خلال السنوات الماضية، ولكن هذه المرة جاء بشكل مأساوي جدا. يعني إلى الآن تقريبا أكثر من 3 وفيات في نتيجة لهذا العبث، أنا أسميه العبث لأنه عبث بالفعل، خاصة وأن هذه الأماكن ظلت مهجورة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، في ظل الظروف المناخية السيئة هناك، وأيضا في ظل الحرمان الموجود في هذه المنطقة كلها، لا توجد مستشفيات، لا توجد أماكن لإسعاف الناس، لا توجد أيضا أماكن للخدمات وحتى لقضاء الحاجة في هذه المنطقة. طيب أنت تحدثت قبل قليل عن أن هذا الوضع الجاري الآن هو وضع متعمد، يعني ما هي الأسباب الموضوعية التي دفعتك لقول ذلك، خصوصا أن البلاد تعيش في حرب، وفي الأخير يعني يقول كثيرون أن هذا الأمر طبيعي نظرا لانشغال يعني الحكومة الشرعية بأمور أخرى ربما تكون أكثر أهمية. ليس الموضوع فقط يعني ممكن أن نحمل المسؤولية للحكومة الشرعية أو لا، المسألة ممتدة كما قلت من عام 2003، في نوفمبر 2003 تم افتتاح المنفذ رسميا، وحتى اليوم لا زال على نفس الحالة، لم توليها السلطات أو الحكومات المتعاقبة أي اهتمام، وبالتالي فالمسؤولية تمتد منذ ذلك الوقت إلى اليوم. كما هذا تقريبا نتاج لهذا الإهمال، ما حصل هو نتاج هذه الظروف الآن، ظروف الحرب التي أدت إلى أنه يكون المنفذ الوحيد الذي يربط هذه المحافظات مع الأشقاء في السعودية، هي التي إلى الآن للأسف ضغطت على المنفذ بهذه الأعداد الكبيرة من الحجاج، وحسب معلوماتنا أنه إلى اليوم تم تفويض تقريبا 16417، وتبقى أعداد بسيطة، ولكن ما حصل للأسف لا يجب 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 التوقف أمامه، ويجب إلى اهتمام بهذا المنفذ. للأسف المنفذ يخضع السلطات في صنعاء، لا سلطة في حضرموت على هذا المنفذ، الإيرادات الجمارك غير ذلك تورد مباشرة إلى هناك، وحضرموت للأسف ترفع يدها عن هذا المنفذ نتيجة لهذه المركزية التي أدت إلى ما أدت إليه. طبعا كما قلت متعمد، لأن الظروف كلها منذ 94 إلى اليوم ما هو حاصل هو بالتأكيد يفسر هذا الكلام، وبالتالي فهذا الإهمال إهمال متعمد، وأيضا لأنه حتى في ذلك الوقت منذ ذلك الوقت إلى الآن لم ما كانوا يفكروا أنه ممكن يلجأوا أو يكون هذا المنفذ هو الملجأ والطريق الوحيد الذي يمكن أن يستقبل الناس. طيب إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام سيد علي الكثيري، يعني ما هو حجم تضاعف حركة العبور والمرور من هذا المنفذ مقارنة بعام 2003 وإلى الآن؟ الحركة متصاعدة منذ ذلك الوقت، طبعا في منذ 2003 إلى اندلاع الحرب قبل أكثر من أو قبل عامين تقريبا وتوقف المنافذ الأخرى، أصبح الضغط شديد على هذا المنفذ، وبالتالي فأصبحت الحركة حركة الوافدين وحركة المهاجرين كثيفة وفوق طاقة المنفذ. هذا الأمر هو الذي تضاعف أيام الحج هذه المرة، لأنه العام الماضي لم يكن هناك بعثة للحج، وبالتالي فهذه التجربة للأسف تحولت إلى هذه المأساة. طبعا حركة الوافدين وحركة أو المغتربين العائدين أو حتى من الأشقاء الزائرين
تمر عبر المنفذ وهي في تصاعد، وأيام الأعياد تحصل مثل هذه الاختناقات داخل المنفذ نتيجة لانعدام أبسط مقومات العمل الذي يستوعب هذه الأعداد. أعداد موظفين، أعداد بسيطة يتعاملوا، يعني ممكن يتعامل مع 10 وافدين وليس مع آلاف أو مئات أو غير ذلك. أشكرك الصحفي علي الكثير، كنت معنا عبر الهاتف من حضرموت. وينضم إلينا الآن مشاهدينا حسين الصباحي، رئيس الاتحاد اليمني لشركات السياحة والحج والعمرة. مساء الخير سيد حسين. أهلا، مساء الخير، أهلا بك سيد حسين. مكاتب السياحة والحج والعمرة وكذلك الشركات التي يعني تتعلق بهذا الخصوص، كيف واجهت إشكاليات الموسم الحالي من الحج خصوصا مع انخفاض عدد الحجاج اليمنيين؟ أولا نبارك لسجاد بلادنا على توفيقهم في دخول الأراضي المقدسة لهذا العام برغم كل التحديات والصعاب التي واجهتهم أثناء التسجيل أو أثناء السفر الطويل من كافة المحافظات الجمهورية إلى أن وصلوا إلى الأراضي المقدسة. هناك يعني عدة عوامل كانت عقبات أمام الحجاج منذ بدء التسجيل إلى أن وصلوا إلى الأراضي المقدسة. بالنسبة إلى الأعداد لم ينخفض العدد المحدد لهم منحة المملكة العربية السعودية، العدد نفسه الذي منحت بلادنا فيه من السنوات الماضية، وتم تسجيل العقرب نفسه أيضا، وإلى الآن وصل عدد الداخلين من العدد المحدد 18,000، بقي 1,000 قليل، إن شاء الله خلال اليومين القادمين بيكونوا قد وصلوا إلى الأراضي المقدسة. طيب هل من أضرار تعرضت لها مكاتب الشركات نتيجة هذا التكدس الذي حصل في منفذ الوديعة؟ أولا أوضح أن التكدس الذي حصل هناك فوارق ما بين السنوات الماضية وفي هذا العام. في السنوات الماضية كان هناك 5 منافذ جوية متاحة للحجاج وأيضا منفذين بريين، السنة هذه عدد كله أصبح في منفذ واحد. كان في السنوات الماضية العدد يدخل خلال أكثر من أسبوعين، السنة هذه كان العدد يزدحم خلال أسبوع واحد، حصل ضرر للحجاج معاناة في الطريق، ولكنهم الحمد لله رب العالمين قبلوا التحدي وقبلوا الصعاب ووصلوا إلى المملكة. وبما أنهم وصلوا يعني ما كانوا يتوقعوا أن يعني تكون هناك إجراءات مسهلة في الحدود برغم طول المسافة التي قضوها في هذه المسافة الطويلة. طيب سيد حسين، كان معنا وزير الأوقاف ورئيس بعثة الحج اليمنية قبل قليل، تحدث عن أن الوكالات الحج والعمرة استعجلت في عملية تفويج الحجاج، لماذا حدث ذلك؟ حقيقة ما حصل من قبل اللجنة المنظمة لأعمال الحج في هذا العام، لجنة الطوارئ، اللجنة مشكلة من قبل وزارة الأوقاف والاتحاد اليمني للسياحة، حددت الوكالات أوقات محددة والتزمت الوكالات خلال هذه الفترة بالتفويج، ولكن لا نستطيع أن نحمل أحد لا الوزارة ولا الوكالات في هذا الأمر، وإنما كان لضيق الوقت الذي كان متاح للحجاج في الدخول إلى المملكة كان هو السبب الرئيسي في هذا الازدحام. تعاون الجميع، الجهات المعنية في المملكة وأيضا الجهات المعنية في الحكومة الشرعية، تعاون جميعا حقيقة في تسهيل وتبديل كافة الصعاب التي واجهت الحجاج، ولكن ورغم كل هذا التعاون حصل تأخيرات عديدة وكانت خارج عن إرادة الجميع، خارج عن إرادة الوكالات، خارج عن إرادة الحجاج، خارج عن إرادة الحكومة الشرعية، خارج عن إرادة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية. كل هذا حقيقة يعني تأثر فيها الحجاج، ولكن الحجاج عندما استقبلناهم في مكة المكرمة
وجدنا منهم يعني انهم مرتاحين جدا لانهم يعني ما كانوا يتوقعوا ان يكون هناك حج في هذا العام، لانهم حاول البعض ان يمنعهم من خلال بيانات ومن خلال بعض التهديد. نعم. طيب سيد حسين، يعني عند بداية موسم الحج وعند بداية التفكير والتخطيط لكيف ستواجه هذه العقبات التي تعترض موسم الحج في هذا العام، هل كان يعني كان الاتحاد ووكالات مدركة لأن الأمر سيتم فقط عبر منفذ الوديعة وأنه فقط هو المنفذ الوحيد الذي ستمر عبره أو سيمر عبره الحجاج هذا العام؟ طبعا الاتفاق الذي تم بين وزارة الأوقاف ووزارة الحج أن هناك عدة منافذ، ولكن ظروف الحرب تتغير في كل لحظة يعني، فكان الشيء المهيئ المنفذ المهيئ الوحيد الآمن أمام الحجاج هو فقط منفذ الوديعة. فأنتم تعلمون أن الحياة في اليمن تتغير بمتغيرات الأوضاع الأمنية في تلك البلاد، ف ما حصل أثناء فترة التفتيش ما كان مهيأ أمام الحجاج إلا هذا المنفذ، فاضطر الجميع أن يعني أن يسلك هذا الطريق. طيب باعتباركم أنتم في اتحاد اليمني لشركات السياحة والحج والعمرة، هل كان هناك من قبلكم نزول ميداني للمنفذ لمحاولة استطلاع هل من إمكانية لوجستية لمرور هذا العدد من الحجاج في هذا الوقت القصير؟ كان الجميع تعاون لهذا السنة في هذا العام، الجميع تعاون في تدليل كافة الشعب. الاتحاد اليمني للسياحة كان له تواجد أساسي ورئيسي، ويعلم الأخ الوزير ذلك أن تسيير أمور الحج في هذا العام اعتمد الأخ الوزير ولجنة الطوارئ اعتماد يكاد يكون أكثر من 80% من اعتمادهم على الاتحاد اليمني للسياحة في ظل غياب قطاع الحج العمرة الجهة الوحيدة التي كانت سابقا هي التي تفوض سابقا الاتحاد اليمني للسياحة، وفر كافة الكوادر وأهل كافة الكوادر في سواء في المنافذ أو في المملكة العربية السعودية، وأيضا في تسهيل كافة الأمور تواصلنا مع عدة جهات، تم توفير من قبل الحكومة الشرعية والجيش الوطني قام تم التواصل معهم ووفروا الديزل الباصات التي نفذ الوقود لديها، أيضا تم توفير من قبل التواصل تم التواصل مع جمعيات خيرية ووفروا الماء البارد بعض الوجبات، وايضا الجيش الوطني والحكومه الشرعيه وفرت ايضا بعض الباصات لنقل الحجاج من بوابه المنفذ الى الاماكن التي يرغبوا بها. هناك تواصل مستمر في حل كافه الاشكاليات في دخول بعض الحجاج، هناك تعاون كبير جدا من وكاله المنفذ مع الاتحاد ومع وزاره الاوقاف. إذن أشكرك سيد حسين الصباحي رئيس الاتحاد اليمني لشركات السياحة والحج والعمرة، كنت معنا عبر الهاتف. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، تقبلوا تحياتنا إلى اللقاء.